والنهاردة هنتكلم على الغدة الدرقية. هنتكلم على الغدة الدرقية لو أي ست حامل أو بترضع وحصل لها أي مشكلة فيها، بنتصرف إزاي، نعمل إيه، نعرف إزاي، وإيه تأثير ده على الأم وعلى الجنين. ضيفتي النهاردة هي دكتورة إيمان زكي، أستاذة الغدة الصماء والسكر، طب عين شمس، وعضو الجمعية الأوروبية للغدد الصماء. إزيك يا دكتور؟ عاملة إيه؟ توبيك أنا حاساه مهم جدا، جديد وإنترستنج، أنا ذات نفسي حابة أسمعه قوي حقيقة. دكتور، الأول عايزين نعرف الغدة الدرقية لأي واحدة أو واحد أهميتها إيه لجسمنا؟ تمام. الغدة الدرقية هي غدة أو عضو من أعضاء الجسم المهمين جدا، موجودة في الرقبة، في أسفل الرقبة من قدام. هي بتفرز هرمون أو مادة كيميائية في الدم، طالما بتروح في الدم يبقى بتأثر على كل حاجة في الجسم. مهمتها النشاط والحيوية والطاقة لكل عضو من أعضاء الجسم. أوكي. مثلا المخ، التركيز، النوم، ان الواحد يعرف يبقى فوكس، العضلات انها تبقى فانكشنينج كويس او تشتغل كويس، القلب، ضربات القلب انها تبقى منتظمه، تبقى الريت بتاعها او العدد بتاعها في الدقيقه بيبقى منتظم، ضخ القلب، العظم، الجهاز الهضمي، التنفس، كل حاجه. حتى يعني موضوعنا النهارده على الحوامل، حتى بيتاثر على المبايض وعلى الحمل والخصوبه بتاعه السيده، والدوره الشهريه انها تبقى منتظمه، وانها يبقى الفلو بتاعها كتير او قليل، ليها تاثير على كل حاجه في الجسم. ده تاثير على جسمنا كله، وعلى الشعر وعلى الجلد وعلى الضوافر وكل حاجه. طب قبل ما نخش في موضوع الحوامل وكده يا دكتور، طيب احنا دايما بنسمع ان الغده الدرقيه ممكن تبقى نشطه او الغده الدرقيه في قصور فيها او حاجه. طب حتى للبني ادمين العاديين ده بيعمل ايه لو حصل كذا، وده بيعمل ايه لو حصل كذا؟ هي امراض الغده الدرقيه بتنقسم، يا اما نشطه يا اما خمله يا اما في تضخم وما فيهاش لا نشاط ولا خمول. اوكي. تمام. النشاط المعروف ان هو بيأثر على البني ادم، بيبقى حران جدا، ممكن يبقى في الشتاء يبقى حران، الناس كلها مشتيه وبردانه ومتكتكه وهو حران وعرقان، يلاقي ضربات القلب سريعه، يبقى عصبيه شديده جدا، عصبيه مفرده. دي لما تكون نشطه. نشطه. اوكي. يبقى في رعشه في الايد، الحاجه بتقع من ايده. يلاقي عنده اسهال، يبقى في الام في العضلات، او العضلات مش قادر ان هو يجيب حاجه من فوق، ان هو يبقى قاعد على الارض مثلا يقدر يقوم، ما يقدرش. ممكن الشعر يقع، الدوره بتختل، يعني ما فيش حاجه في الجسم بتسلم منها. لكن دي اكتر الحاجات اللي بتبقى. هي طبعا ممكن تعمل حاجات كتير، ممكن تؤدي لفشل في عضله القلب لو هي شديده جدا. لكن الحاجة المتدرجة بين الناس انها بيبقى ضربات قلب سريعة، بيخس جامد 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 مع انه بياكل كتير جدا، بيخس مع انه بياكل كتير. نشطة. اوكي. طب ولما ما تكونش، انت حضرتك قلتي نشطة او متضخمة او فيها خمول. أيه. طب لو فيها خمول، لو فيها خمول بيبقى العكس بقى، بيتخنوا. بيتخنوا. بيتخنوا، تلاقي ما بتاكلش وتتخن. اه. والمفارقه بقى انها لما تبتدي تاخد علاج، العلاج ما بيخسسش، العلاج بيخليها لما تعمل دايت ورياضه تبقى تخس. لكن هي التخن ما تخسسش. لو تخنوا يعني دي مأساة للستات بصراحه، يعني بجد. الحاجة التانية كمان، العين بيبقى حاسس ان هو تعبان، مش قادر ان هو يشتغل، عايز يعني مش عايز يقوم السرير، بيصحى كأنه ما نمش، العضلات بيبقى فيها وجع، بيحس بضربات القلب، يعني النبض القلب الواحد بيحس بيه لو هو سريع او بطيء، فهو العيان اللي عنده الكسل في الغدة بيبقى عنده بطء في نبض القلب. البرد ما يستحملش البرد ابدا. شعر تلاقيه يقع بقى بغزارة جدا. الدورة نفسها ممكن تبقى تتأخر، ممكن يطلع شعر زيادة للسيدات، ممكن يحصل تأخر في الحمل، ممكن برضو يأثر على عضلة القلب، يعمل إمساك شديد جدا، جفاف فظيع في البشرة، تكسير في الضوافر. طب وآخر واحدة لو تضخم، بمعنى إيه لو تضخم؟ الغدة نفسها ممكن هي نفسها يبقى في تكاثر في الخلايا بتاعتها وتتضخم. في بعض الأحيان هي بتبقى خاملة ومتضخمة، نشطة ومتضخمة، وساعات لسبب غير معلوم بتبقى متضخمة فقط. التضخم ده بتيجي في صورة إيه؟ العيان يجي يبص في المراية يلاقي في حاجة كده يعني في الرقبة من قدام، يتخض، يروح بلع ريقه، يلاقيها تطلع وتنزل. هي دي كاركتر بتاعها، ان هو لما يبقى في الغده نفسها فيها ورم او تضخم، لما نبص عليها في المرايه نلاقيها بتطلع وبتنزل مع البلع.
ايه بس دي فيها خطورة يعني؟ خطورتها هي مش خطورة قوي، لكن هي ممكن تضغط على الستراكشرز اللي موجودة حواليها. أوكي. زي المريء يبقى في صعوبة في البلع. تقولي أنا حاسة إن حاجة واقفالي هنا، أنا عايزة يعني عشان آكل لازم أبلع بحاجة. أشرب حاجة. ممكن تضغط على القفصبة الهوائية، ما هي وراها. مثلا تلاقيها مش عارفة تنام على ظهرها، تلاقيها ممكن لو ناحية أكبر من ناحية تلاقيها مش عارفة تنام على جنبها، تعمل ضغط بهذا الشكل. طيب نخش بقى في موضوعنا وهو الحامل. أهمية إيه الغدة الدرقية لواحدة حامل؟ طيب أول 3 شهور في الحمل ده بيبقى البيبي معتمد كليا على هرمون الغدة الدرقية بتاع الأم. أوكي. تمام. أول 3 شهور دول بيتكون فيها المخ والجهاز العصبي. أوكي. بمعنى لو في نقص في إفراز هرمون الغدة الدرقية ده بيأثر على نمو المخ بتاع البيبي، وبيأثر على نسبة ذكاء البيبي، وعلى سن 7 لـ 9 سنين كده بيبان هذا الفرق، إن هو الآي كيو بتاعه بيبقى أقل من ما كان المفروض، بيبقى تركيزه أقل، بيبقى ممكن يكون في فرط حركة، فيعني بيأثر على الجهاز العصبي وعلى نمو المخ.